زوجتي العزيزة، إن شاء الله تكوني بخير وصحتك أحسن، ويكون ابننا الحسيني في أحسن حال، ولعله بطل زحف وبيمشي. كنت أتمنى أكون معاكي في ظروف مرضك الأخير، ولكن لم أتمكن من السفر لأن الظروف هنا في منتهى الصعوبة، ولولا مساعدة المخلصين ما كنت أستطيع أتحملها. الضغط عليا شديد ومش عارف إيه اللي هيحصل، لكن اطمني، فأنا شخصيا مطمئن لأن حواليا رجالة وقت الشدة هيقفوا ورايا ويسندوني، وكفاية أبو حجاج وصالح الحناوي. وياريت تعملي زي لما أشعر بالضيق بروح أقعد مع حورية ألعبها أنسى كل حاجة. ابقي تسلي أنت كمان مع الحسيني، وإن شاء الله أحضر طرفكم قريبا، وإذا قدرت فسوف أحضر حورية معي، بس المسألة عايزة تمهيد. سلام لصهرنا العزيز الأستاذ عبد الله، وبلغين الحاج صادق واقف زي الجبل ومش حايلين. وبوسي للحسيني وقولي له اكبر بقى عشان هتبقى العمدة. ربنا يرعاكم ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ملحوظة، أرسلتلك حوالة بريد بمبلغ 100 جنيه لحين حضوري. ظروف ايه اللي كان بيتكلم عنها؟ كنت جاي اسال عم صالح عنها. ما بتردش ليه يا ابو صالح؟ بفتكر فين بقى 20 سنة فات والنفر منا كبر. بس الظروف اللي كان بيتكلم عنها دي كان فيها على ما اظن مشاكل بينه وبين اخوانك في 100 الغرقه على ارض المرحومه والدتك. سامع يا حسيني؟ يعني يا ابويا صالح ما كدبش عليا. الحمد لله، بس انا برضو لازم اروح مثل الغرقة اسالهم وحاسبهم. مروان، كنت فين يا حورية؟ انا قاعد مقطوع بقالي ساعه مستنيكي. كنت مع الحسين، بس انا رحت لكم دار عمي ما لقيتكمش هناك. كنا في دار ابويا صالح. ليه؟ خبر ايه يا مروان؟ انت بتستجوبني؟ واني عشان قلقان عليك ابقى بستجوبك يا حورية؟ وفيها ايه لما يستجوبك يا حورية؟ مش ابن عمك وهيبقى جوزك؟ مش لما يبقى هيكون لها جمعة ويبقى. معلش يا عم سيبيها، اصلها جاية مبسوطة حبتين وعايزة تجر شكلي. ايه؟ طيب نظري يا عساكر، هاتيلي النعناع وحصليني على المقعد. تاني مرة ما تبقاش تقفلي كده وتفتحلي سن وجيه. مين فينا بقى اللي من حقه يكشر ويزعل؟ أنا طبعا. ما بتقوليش على كل حاجة ليه يا بابا؟ روح نام انت يا صباح وانا هصب الشاي بنفسي. يعني مش عايز تقولي يابا لما قلت الصغيرة وقعد رسول اياد واسر؟ اسرار ايه اللي بتكلم عنها دي؟ مالك انت ومال الاسرار وبلاويه؟ طب بلاش انا، ليه ما تقولش كل حاجة الحرية؟ قلتلي كل حاجة يابا. كل اللي اعرفه. اه وبعدها لك بقى صباح. يابا حورية مصممة تروح لاخوالها في 100 الغرق، ولو كان اللي قلتهولها صحيح يتخاف عليها. اخوالها مش هيأذوها، ده لو العمدة وافق انها تروح وده مش هيحصل. كان قلبي حاسس انها جاي النهاردة مع انه مش معايا. انا ما كانش ببالي اجي، كنت رايح على المنزل في نص السكة نطيتي قدامي لقيتني بقول لبنداري هات الجيب. فجأة كده ابقى مش وحشاك. اذا كنت مصدقاها انت حرة بقى، ذنبك على جنبك. الله، ايه الدرية مالك؟ مماليش، احضر لك العشاء ولا هتنام على طول؟ هتعشى وتتعشي معايا، بس تعالي هنا الاول قوليلي. نعمين. انا من امتى بنام على طول؟ انا مش متعشى ونقعد ندردش واتكلم وتسمعيني لغايه الفجر ما يطلع؟ اشمعنى الليله دي يعني؟ يمكن تكون تعبان؟ يمكن تكون انت اللي زعلان. اني ما زعلش منك ابدا. شفتي اديكي وقعتي بلسانك، اني ما قلتش انك زعلانه مني. سسار، اتكلم معاك بصراحه. من يوم ما عرفتك واتجوزتك يا دريه مفيش بينا غير الصراحه. انت الوحيده اللي عمري ما خبيت عنها حاجه، ولا اتحركت قدامها، ولا حتى فكرت قبل ما اتكلم معاها. انت صاحبتي يا دري، عارفه يعني ايه صاحبتي؟ عارفه يا ابو مروان. لا
انتش عارفة انا مليش اصحاب يا درية. كل العز والهيلمان اللي انا فيه ده، كل الناس اللي حواليا، رجالتي واهل بيتي واهل بلدي وابني، كل الناس دول اللي بيحبوني وبيهابوني وبكلمة ونظرة مني تزهزه الدنيا في عينيهم لو انا راضي، واتضلم لو انا غضبان، كل دول مفهومش صاحب، مفهومش خل ارتاح له واقدر اتعرى قدامه واقدر اغير له ظهري وانا عاطي الامان. يبقى لما اقولك انك انت صاحبتي يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها كبير قوي وكتير عليا، كتير لدرجه ما تخلينيش اطمع في حاجه او اطلب منك اي طلب. انت عمرك ما طلبت مني حاجه؟ لان خيرك مغرقني من واحده ملهاش قيمه ولا حد بيعمل لها حساب، لست محترمه عايشه في سرايا لابسه حرير نايمه على ريش نعام، عندها ارض وفلوس في البنك، لما تيجي بعد كده وتطلب تبقى طماعه قوي. ها دوري بقى، في طلب ولازم اعرفه دلوقتي وحال. كلمي يا دوري. انت كنت لسه دلوقتي بتتكلم عن الوحده، انا كمان يا سيسار حاسه بالوحده. يعني انا مش مكفيكي؟ انت مش ليا كلك، وما اقدرش اطلب منك تبقى لي كلك، لاني عارفه اللي وراك، شايفه الحمل اللي على كتافك، ما اقدرش كمان اقول لك خدني معاك البلد، لكن خلاص مش قادره استحمل، مش قادره اقعد بالاسبوع وساعات بالاسبوعين مستنيه والدنيا فاضيه من حواليا. انا عارف ده كله يا دريه وعازمك فيه، لكن ملوش عندي حل. لا ليه يا ابو مروان، حل سهل وفي ايدك، انت ممكن تبقى جنبي من غير ما تسيب البلد ولا تغير نظامك معايا. ازاي يا دريه؟ انا عايزه يكون لي منك عيل. لا مستحيل. السن ما هوش حجة، انت بنفسك قايل ان ابوك العمدة الكبير عمر لسن 90. ممكن اعمر زيه لـ90 وممكن اموت بكرة بعد الشهر عليك. اسمعي بقى عشان ما تفتحيش الموضوع ده تاني ابدا، انا مش مستعد اجيب لمروان ولد يضاديه ويشاركه في الارض والعمودية. مش جايز تبقى بنت؟ بنت عندي ومربيها في حضني ومش عايز غيرها. حرية مش بنتك. اكتر من بنتي. درية انا عندي اللي مكفيني، فكرت بقى على مهلك، اذا بتلاقي نفسك مش قادره تعيشي من غير خلفه قوليلي وانا اخلصك واسيبك تشوفي بختك. لا لا يا ابو مروان خلاص انتهينا الموضوع ده خلاص، شوفي لي بقى هدمه عشان اغير هدومي وانام. انا مش هتجوز الا في دار ابويا. الله، ما احنا كنا متفقين يا حوريه ان احنا هنتجوز ونعيش في المنزل. ما كانتش لسه دار ابويا اتفتحت ولا الحسين جه. طب ما نسيب الدار للحسين يتجوز فيها هو ويعيش. انا مش هسيب الحسين لوحده. وهو دلوقتي مش لوحده يا حوريه. انا سيبته لوحده مؤقتا عشان ما زعلش الحاج السبان، وكمان كنت عارفه ان احنا هنتجوز قريب وهنعيش انا وانت معاه. واحنا كل ما نحل عقده هتطلعي بغيرها يا حوريه؟ وايه العقده اللي في دي بقى ان شاء الله؟ يا حوريه كان عليا انا ما عنديش مانع، انت عارفه انا بحب الحسين قد ايه ومش عايزه يعيش لوحده، خصوصا وهو عيان ومحتاج اللي يرعاه. لكن الحكايه مش بايدي، العمدة مصمم انه يجوز ابنه في داره ويعيش معاه. اذا كان هو مصمم انا كمان مصمم. مش بامرك يا حوريه، ده بامر الرجاله. ما انت لسه بتقول مش بايدك. هو بايد ابوي، هو اللي من حقه يحكمني ويحكم البلد كلها. الا في دي يا مروه. يا حوريه ايه اللي جرالك؟ ده عمك، عمك اللي بيحبك وانت روحك فيه من زمان. ايه اللي حصل لك؟ ولا عايزاني اقول ان جاي الحسيني هو اللي قلبك عليه؟ كفايه لحد كده يا مروه، تصبح على خير. حورية حورية استني بس يا حورية استني. ما انت لسه ما نمتيش يا حيرة؟ لسه يا خالة. ايه اللي بتعمليه ده يا حورية؟ تكسري بخاطر الجدع وتمشيه زعلان؟ ايش حل لو ما كانش مروان الطيب السكارة نورت الحلوانية وزينت جدعانها؟ مروان زي ما بتقولي كده واكتر يا خالة عساكر، بس في عيب هينكد علينا حياتنا لو اتجوزنا. مروان ما يتعيبش يا بنت سيدي. خلاص ما يتعيبش، انا اتلحست في عقلي. اسم الله عليك. لا يا حورية، انا بس مش عايزاكي تظلميني. انا
ماني اخر واحده في الدنيا تظلم ولا تحب الظلم. مروان هو اللي بيظلم روحه، دايما مطاطي قصاد ابوه، ملوش كلمه حتى على نفسه، حتى في جوازه في عروسته في داره. غصب عنه يا نظري، مش بخاطره، ما يقدرش يقف لابوه ويحصله امر. انت مش عارفه سيدي صقر ولا ايه؟ في حد في الزمام كله بيخالفه في رايه ولا بيقدر يقوله تلت التلاته كام؟ لا يا خال عساكر مفيش، بس كان هاشم يا مروان يبقى حاجه تانية. هذا اسمه كلامه بالبيت. صحيني من احلاها نوم عشان عايز تنزل. هتروح فين الساعات؟ اي حته يا حشاد، ان شاء الله نقعد على القهوه. قهوه ايه؟ الساعه داخله على نص الليل وزمان الواد عزاز يشطب من بدري. نمشي في القطار ننزل البندر، ان شاء الله نسافر مصر. الله، ده الحكايه كبيره بقى. ايه اللي حصل؟ انا مش عايز اتكلم يا حشاد، انا عايز انسى الكلام، عايز اضحك، عايز افرفش، عايز ايوتها حاجه في الدنيا تنسيني نفسي. للدرجه دي؟ ماشي، عايز تسهر وتفرفش. هنا يا واد يا حشاد، فين فين فين؟ ايوه لقيتها. طول ما في سهيره تلاقي بابي مفتوح ونوري قايل. ولو كنت اعرف ان زينة شباب اهل البلد ابن سده العمده هيشرفنا، كنت فردت البساط وجبت فرقه مزيكا. تشكر يا سيوف، تشكر. انما ايه اللي في الازازه دي؟ ده اختراع عامله انا وايوب، نعناع على شيح بابوني على عصير برتقال مستوي، اكسير حياه، حلال زلال، اللي يشربه عمره ما يسلال. اشرب يا سبروان وادعي لنا، هيعجبك قوي يا ابو صقر، انت انستنا ونورتنا. البركه في حشاد، هو اللي هدانا الهديه دي. الله يخليك يا عم ايوب. حلو يا حشاد، دوق. انا ما بدوقش، انا اربع على طول. ليلتنا انس، شغلنا مزيكا يا ايوب. مزيكا ايه يا زين اخر الزمن؟ احنا عايزين نتفرج ونشبرق عينينا. الا بالحق يا ايوب، فين البنت المغنواتيه اللي انت معقعه تحنسنا بيها من الصبح دي؟ كلها يومين وتوصل. اما اسمعكم شويه مزيكا بقى تعمر دماغكم. دماغ مين يا ايوب؟ شغل لنا مزيكا تهز الوسط، وانا هصبرك اهو لحد ما تيجي الغزيه. يلا شغل يا ايوب. وما طلعوش لغايه دلوقت، والعمده في الباندا. طب ما قول البلط يا ولد. مين ده؟ مش الواد الحسيني؟ ايوه هو، اخوه. لا استنى، رايح فين سعاد يا حسين؟ انا والله كنت واحده بسرعه. مات يمكن. لا
لسه في نفس. فهمت. عايزنا نسيبه يبقى خلصنا منه ونريح منه كل اللي تعبهم. لا يا عسل حرام كده، نبقى قتلناه زي ما كنا ضربناه بالنار او خنقناه بايدينا. هم شيله واجري بيه على الوحدة حمامة، ولو مات هتحصله. شطب واقفل الهباب اللي انت فاتحه ده. حرام عليك يا شيخ الغافر، انت مش من حقك اللي بتعمله ده. بدل ما تتحرى قوي كده وتعلمني ايه اللي من حقي وايه اللي مش من حقي، اجري شوف ابن عمك اللي بيموت في مستشفى الوحده. ايه الحسيني؟ روح يا حشاد. حاضر يا سيدي. مفيش داعي تقولها لي يا شيخ غفر، انا واخدها من قصيرها وماشي. مع السلامه يا شيخ بندر تجار البلد. وانت افتحها محسوبك يا شيخ غفر. اللي بنأمنه على رقابينا لازم ينام بدري ويصحى بدري. معلومة يا سي حمزة. مدام معلوم واقف متنح كده ليه؟ أنا ماشي، بس بالراحة على أيوب، ده راجل خدوم ويعجبك، بس أنت اللي ساهي عنه. وإحنا لينا بركة اللي هو أيوب. أنت جاي على إيه يا شيخ الغافر؟ معاك تصريح سهر يا خضري. يطلع إيه تصريح سهر ده يا شيخ الغافر؟ ده القانون يا خضري. ما ده بالقانون نمشي مع القانون. بس القانون مهره غالي حبتين. وانا لقبت سداد يا شيخ الغافر. التلت والتلتين. بس انا ليه يا طالب؟ بعدين يبقى تجيلي ونقعد نتفاهم. سلامتك حسين. لما الاقراص دي مهمه قوي بالنسبه لك كده بتسعى عنها ليه؟ ما خدتش بالي خالص يا مروان. أنا كنت فاكر إن أنا معايا علبة تانية، لكن الظاهر حسبتها غلط. طب اكتب لي اسمها في ورقة، وأنا من صباحية ربنا هبعت نفر البندر يلم العلب اللي بأجزانات البندر كلها. اطمئن اطمئن يا مروان. أنا لقيت له علبة عندي حديها له دلوقتي مؤقتا. بس يستحسن إن يكون عنده احتياطي باستمرار. طب ممكن لو سمحت يا دكتور تكتب لي اسمها في ورقة؟ وهو كذلك يا مروان، أنا منتظرك، مر عليا وأنت خارج. والحالة اللي عندك دي يا حسين ملهاش علاج نهائي. أمي داخد بي على الدكاترة قبل ما تموت، كانت بتخبي اللي بيقولوه عليا، لكن شوية شوية أنا فهمت. فهمت إيه؟ فهمت إن عايش رهب، مرهون للحظة محدش عارف هتيجي إمتى. صدقني أنا ما بفكرش فيها كتير، ولا بستناها، ولا هخاف منها لما تيجي. كله بأمر الله يا حسين. ونعم بالله. بس أنا ليا طلب صغير عندك. ما تجيبش سيرة الحرية عن اللي حصل لليلة دي. على فين العزم يا حرية؟ مشوار لحد بيت الغرقة يا عم. ورايحة تعملي إيه في بيت الغرقة يا شاب؟ أصل عمي كان قال لي على حكاية كده وعايزة أروح أسألهم عنها. ليه؟ وحكاية عمك ما تنفعش؟ انت تعرفيها يا عم؟ قوليها لي انتي. عمي قال لي ان اخوالي هما اللي قتل ابويا. هصمني في دماغهم من يوميها. ايوه بس هو متأكد. لو كان متأكد ما كانش سابهم. كان خايف علي. لو كان خايف عليك ما كانش قالك من اصله. انت عمرك ما شكتيش فيهم ابدا؟ انا ما بشكش، انا اعرفه. بس تعرفي ايه يا عم؟ قلت من يوميها عمره وانتهى. قضى وحل. عيار طايش وصاب. عيار طايش تاني؟ انت عايز تتوهيني ولا ايه يا عم؟ بلاش تسافري لهم يا حريه. خايف عليا؟ مين عنده خاف عليه غيرك؟ يبقى الكلام اللي قاله عمي صح. ايوه صح صح. كني بقى في دارك وانسي. انسى ازاي؟ هو بالسهل كده؟ هتروح تعملي لهم ايه؟ العين بالعين والسن بالسن. ما انتش قد الكلام اللي بتقوليه ده يا حريه.
انت ما تعرفيش ايه اللي هيحصل لو رحت برجلاكي. هيحصل ايه يعني؟ هيقتلوني؟ ما يقدروش. ليه؟ هيخافوا منك؟ ليه لا؟ صاحب الحق دايما بيخوف يا عم. انا همنعك بالقوة. ما حدش يقدر يمنعني. سيبي دراعي بقى. الامر لك يا صاحب الامر. لا مؤاخذة يا ست حورية، مش هنقدر نعديك. اتفضلي ارجعي جوه البلد. سدوا عليا كل المنافذ يا صباح. خايفين عليك؟ هم خايفين اه، بس من ايه وعلى مين؟ قصدك ايه؟ مش عارفة، انا حاسة بس مش فاهمة. طب هدي نفسك بس وخلينا نفكر سوا. انت ليه دلوقتي مصممة على حكاية ميت الغرقة دي؟ ماني قلتلك يا صباح عشان تسأليهم وتحاسبيهم. انت فاكرة ان هم هيقولولك اه احنا اللي عملناها؟ مش معقول. وفريدي حتى قالوها، هتحاسبيهم ازاي؟ انت مش فهماني. انا عايزه ابص في عينيهم، احس فيها باللي جواهم. اذا حسيت فيها بالحنيه والحب هعرف ان مش هما اللي عملوها وهرتاح وارجع. لكن طول ما انا هنا ومش شايفاهم لا هرتاح ولا هصدق. طب والعمل ايه؟ مش عارفه. انا زي اللي في حاجه صابتني، انا ما عدت زي الاول يا صباح. مش عارفه ايه اللي جرالي. الحسين مال الحسين؟ هو ده اللي جرالك وجرالنا كلنا. اوعى كده. مهدي كمان مش اصول يا شيخ البلد. وكمان شيخ البلد حاف من غير حضرة ولا سنه. لكن العيب مش عليه، العيب على حمزه الصباطي. هو ده السلام اللي بترميه برضه يا دمرداش؟ وانت خليت فيها سلام يا حمزه؟ انا اتمنع من الدخول. ونقطع زي ده يقول لي استنى من غير اذن؟ اذا كنت بدخل على عمده ذات نفسه بدون استئذان، ولا انت راسك اكبر من راس العمدة؟ الله 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 الله، المسألة اكبر من كده بقى بكتير. انت عملت ايه يا قاضي عازم؟ انا ما عملتش حاجة يا سي حمزة، ما حضرتك شايف اهو هو اللي زحيني. اخصى عليك لطخ صحيح. حد يقفل بابنا في وش شيخ بلدنا برضو؟ امشي يلا نجرب من وش الساعات. امشي نجرب. لا تنتهي. معلش حقك عليا، بكره تشوف هعمل فيه ايه. العباره مش عباره تعزف لوحده مش هيعرف. ايه ده؟ ما قلت لك الحكايه اكبر من كده بكتير. تعال ايه تعال، امال استريح استريح يا شيخ البلد. فهمني بقى ايه اللي مغيرك عليا بالشكل ده؟ احنا مش متفقين من زمان ما نقعدش في بعض يا حمزه؟ واني عضيت فيك؟ مش ممكن. ما تحصلش. لا حصل، حاولت على زمامي وقلت على ارضي. انهي ارض بس اللي قلت عليها يا شيخ البلد؟ فهمني. ايوب الخضري. مال ايه علي انا يا شيخ الغفر؟ امال مين راح له وقال له تعالى نتفاهم وتقل جيبك عشان القانون يرضى؟ القانون سيدنا كلنا يا شيخ البلد. هو احنا عايشين في مراكزنا دي الا بحسه؟ هو انا ايوب الخضري بلاش السكه دي. ماشي ماشي يا دمرداش. وانا يعني هروح فين جنب راجل عقر زيك؟ ولا ما انت عارف انه عقر مستوطى حته ليه؟ يا راجل ما تقولش كده. اني استوطى حته؟ ما عادش اللي استوطى حتك يا دمرداش. على الله تكون مقتنع بيه، ما بتقولهاش من ورا قلبك. وده لمصلحتك يا حمزه. انا راجل طيب وصحيح، بشوف بعينه وامال تاني، وسايب كل واحد يسرح ويضبع زي ما هو عاوز. لكن تقرب مني اشعللها نار. وشوف بقى اللي هيجرى ما سيدنا يعرف ايه اللي بيجرى من ورا ظهره. اخص اخص عليك يا دمرداش. كل ده عشان بحمي مصلحتي ومصلحتك؟ مصلحتك انت جايز، لكن مصلحتك انت الاول يا دمرداش. اه ايه؟ يكونش فاكر ان انا هكوش على ايوب الخضر لوحدي؟ لا وحياتك انت عندي، وسيبني بقى اشرحها لك.
وانت يعني بتاخد ايه من ايوب الخضري؟ ها؟ قعدة المزاج وظهرة الانس ببلاش يسوي ايه ده كله؟ 100 جنيه؟ 200؟ قول حتى 3. يا اخي عيب في حقك وفي حقنا يا شيخ بلدنا. ايوب ده بيحصل من جيوب اهل البلد اكتر من 2000-3000 جنيه في الشهر. يا مش الدرجات يا حمزه. اهدي ما هي محسوبه بالكتابه وبالملين. تحب تشوف؟ لا خلاص، ما انا عارف ان رجالتك بوزن قوت النمله. رايك بقى مش ناخد حقنا في دي معاه؟ بس النص بالنص. انا وانت؟ احنا وهو. طب والنص بتاعنا؟ التلت ليا والتلتين ليك. يرضيك؟ ده هلستني وخدتني في حضنك يا حمزه. اخوات وحبايب يا دمرداش. استند عليا يا حسين. لا انا بقيت عادي يا مروان. روح انت، روح وانا هلحق اروح قبل حريه ما تدور عليا. حريه بتحبك قوي يا حسين. ما تكلمها. هكلمها بس انت اصبر عليها اليومين دول شويه، استحملها. اديني صابر ومستحمل اما نشوف اخرتها. اخرتها خير ان شاء الله. لكن انت متاكد ان انت بقيت كويس دلوقتي؟ الحمد لله، والراس اللي انت جبتها ماليه جيبي. طيب يعني هفوتك دلوقتي وابقى افوت عليك اخر النهار. تشرف. بقولك ايه يا مروان؟ ايه؟ تعرف واحد اسمه يوسف العافي؟ يوسف العافي؟ انت عايز ايه من يوسف العافي؟ سمعت انه كان صاحب ابويا قوي. انت بتدور على ايه بالظبط يا ابن عمي؟ بدور على ابويا اللي ما شفتوش يا مروان. يا بس يوسف العافي ده اخر واحد يفيدك. ده عازل نفسه عن البلد كلها، لا بيقابل حد ولا حد بيشوفه. تعرف مكانه؟ مكانه لا، بس ممكن اعرف. 1 2 3 تلات بلايز فضه، هم مش بريزه واحده. وبعد غفير طويل عريض زي الشحط يجرجرني عشان تديني الحسنه في المنزل؟ هي كمان الصدقه فيها عمده ابن عمده؟ انا مش بعت لك عشان الصدقه يا ميلم. امال عشان ايه؟ كلام مش هتقدر تقوله قدام الناس. اللي مش هقوله قدام الناس مش هقوله قدامك يا مروان. ايه يا ميلم مش مأمن لي؟ انا مأمن لك ومأمن للكل وتكالي على الله وما عنديش حاجه اخاف عليها. لكن دي حكايه مزاجي يا ابو صقر. اللي يدخل مزاجي اتكلم معاه، واللي ما يدخلش مزاجي ما يحصلش. طب وانا مروان ابن العمد دخلت مزاجك ولا لا؟ انت عايز ايه؟ ما تقول وتخلصني. عايز اعرف طريق يوسف العافي. تلت برايزه هم. الحسيني عايز يقابله. الحسيني طلب مني ادله على مكانه. هات التلت برايز. اتفضل. كمان 2. وادي كمان باريستين. السلام عليكم. تعالى هنا. ايه تعتذر معايا؟ سبحان الله، انت مش بتقول الحسيني عايز يقابل يوسف العافي؟ خلاص حوديه. انت ما بتحبنيش يا ميلا. مين قال كده؟ ده انت غلبان وانا ما احبش قد الغلابه. امال خايف مني ليه؟ خايف عليك يا عبيط. انت مهما كنت ابن عمده لكن حواليك غلام، يوم ما تحب تنهشك مش هينجيك منهم الا ان دماغك تكون فاضيه ولسانك ما عندوش حاجه يقولها. أنا الحسين يا عم يوسف. أنا الحسين ابن صادق الحلواني. وريني نفسك. Thank you.
مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ اذا كنت تاني مش قادر اخرج من البلد غيري يقدر. هو غيرك مين بالصلاة على النبي؟ رشاد. رشاد اخويا؟ بس ده في مصر. ما هو انت هتروحي له مصر تفهمي الحكاية وتخليه ينزل ميت الغرقة ويجي يبلغنا بكل حاجة. استني هنزل مصر ازاي؟ ابويا مش هيرضى. معلش كدبة صغيرة عشان خاطري. هتقولي له انك رايحة لخالتك في البندر ومن هناك على مصر. وليه كل ده يا حورية؟ اتخلي لاني ولا اخويا هيهدلنا بال الا لما نعرف كل حاجة. هندور ونفتش تحت كل حجر. اني من ناحية وهو من ناحية. السماح يا سيدنا السماح. اني مش العمدة عم يوسف. اني الحسين. انت عمدتنا وابن عمدتنا. انت برضو لسه مش واخد بالك. اني انت الحسيني ابن صادق الحلواني. عارف لما مادام رجعت تبقى انت العمدة. انت الاحق. صقرك الحقك. صقر يبقى عمي. انما يوم ما ابويا مات. ابوك ما ماتش. ابوك انقتل بعيار طايش. بعيار واعي وشايف وعارف سكته. طلع من بندقية مين عم يوسف؟ الله اعلم. اني كنت فاكرك عارف. اني عايز اعرف وبس يا عم يوسف. اني مش بجري ورا طار او انتقام. انما بجري ورا الحقيقة وهي دي اللي تهمني. الحقيقة هي الحق. واللي فرط في حقه ما يستاهلش يعرف. اطلب الحق تعرف الحقيقة. روح لصقر واطلب حقك. انا عارف انه مش هيرضى يتنازل عن العمودية دلوقت. سيبها للاخر. اطلب منه مالك وارضك. وسلو البلد ونظامها. انت جاي مخصوص عشان تكشفهم وتكشف الزيف اللي فيهم. ما اقدرش يا عم يوسف. تقدر. ده عمي. وحق ابوك. ابويا مات. والحق ما بيموتش. بس انا هبقى لوحدي وسط البلد. قول له حورية وحورية تقول للبلد. مع اول لسان يتكلم السنة كتير هتنفك عقدتها. والكل يطلب حقه وتبان الحقيقة. الكل يطلب حقه وتبان الحقيقة. الكل يطلب حقه وتبان الحقيقة. الله يبسطك كمان وكمان يا سيدنا. مش عايزنا نبسط ليه يا حمزة؟ وانا شايفك مسهب العينيك كده وعلى وشك تبت الدنيا بحالها. كنت عايزني اسيبه من غير نجدة لغاية ما يموت يا حضرة العمدة. لا بس كنت عايزك تتكلم دغري تقولي ايه اللي خلاك تسعفه المرة دي وتنقله المستشفى. وانت نفسك اللي وسوست في وداني زي ابليس يوم مروان ما انضرب. كنت عايز نسيب الحسيني في المستشفى يتصفى دمه ويموت. الظروف بتتغير يا سيدنا. يومها ما كناش اتاكدنا ان ابن المرحوم. لكن دلوقتي البلد كلها عارفه ان هو ابن اخوك. جايز برضو جايز. بس ده مش غرضك يا حمزه. انا ماليش غرض الا خدمتك انت يا سيدنا. ممكن ممكن ممكن. قول لي بقى ايه اخبارك التانية؟ حورية حاولت تخرج من البلد ومنعناها. كويس. عينيك وتفضل عليها لغايه ما يخلص الفرح. والحسيني ماله؟ بينقد بيت ابوه من فوق لتحت. يعني ايه؟ بيدور على حاجه مستخبيه. حاجه مستخبيه؟ هتكون ايه الحاجه المستخبيه دي يا حمزه؟ لسه لحد دلوقتي ما اعرفش يا سيدنا. لكن اول ما هيلاقيها هتكون في ايدينا احنا قبل ما تبقى في ايديه. الواد ده كان مصمم يعيش في بيت ابوه. الحاجه الوحيده اللي طلبها. ساعتها انا افتكرت انه يمكن مشتاق يعيش في المطرح اللي عاش فيه ابوه. تفتكر يا حمزه الواد ده بيدور عليه؟ حريم كنت فين يا حسين؟ يعني هروح فين؟ انا نزلت اسرح في الغيطان سرقني الوقت.
يعني ما روحتش ليوسف العافي؟ ما عرفتش اقابله، ضرب عليا نار، خفت وطلعت اجري. شفت؟ كان لازم تقولي الاول. معلش مش هروح له تاني. انت بتدور على ايه هنا في البيت؟ انا مفيش، انا بس بسلي وقتي وبقول يمكن الاقي حاجه من ريحه بابا، قصدي من ريحه ابويا. ما تكذبش عليا يا حسين. اسف بس انا مش عايز اشغل بالك بحاجات يمكن ما يكونش ليها قيمه عندك. حاجات زي ايه؟ امي كانت بتبعت لابويا جوابات، قلت يمكن الاقيها. تتصوري يا حريه ان انا ما عنديش اي حاجه بخطها ابدا. كنت بتحبها يا حسيني؟ كانت دنيتي بحالها. يا دناي تلاقيك زعلت قوي لما حريه. انت ليه مزعله مروان؟ انت قابلت مروان النهارده؟ طبعا، امال عرفت ازاي؟ انا عايزه اجل الفرح. ليه؟ مروان عايزه نتجوز في منزل العمد. ما هو بيته، بيت العمد. يعني ما تفرقش كتير. لا تفرق بقى، اني عايزه اعيش هنا في بيت ابوي. لا ده بيت انا. خص عليك يا حسين بقى، انا عايزه اعيش معاك هنا وما افترقش عنك ولا لحظه، وانت تصدني كده؟ انت اختي يا حريه، وانا في الدنيا دي كلها ما عنديش اعز ولا اغلى منك، بس انا مش عايز اكون حمل عليكي وخليكي تغيري كل اتفاقاتك مع مروان. عشان مش ده السبب بس، مروان ملوش كلمه مع ابوه، واني ما احبش الراجل اللي بالشكل ده. انت بتكرهي عمك يا حريه؟ انت بتقول ايه يا حسين؟ انا اكره ابويا صقر؟ ده هو اللي مربيني ومدلعني وعمره ما رد لي طلب. بس جايز لما انا جيت. لما انت جيت؟ جايز. غريب، صباح برضو قالت لي نفس الكلام النهارده. يبقى انا كلامي صح، يعني انا السبب. السبب؟ ايوه انت السبب. مجيتك هنا خلتني اشوف حاجات ما كنتش بشوفها قبل كده، لا من عمي ولا من عماتي ولا. وبعدين تعالى هنا، انت ما كنتش عايز تيجي ولا ايه؟ بقاني يبقى لي اخ على وش الدنيا ولا شوفوش ولا عرفوش؟ يرضيك كده برضو يا حسين؟ حرية انا قابلت يوسف العافي. الحسيني مش قد الحدوته دي يا ابو يوسف، ده جدع عيان وصحته. حرية قدها. حرية بنت هتقوى باخوها. انا احترت معاك. الحسيني ده اشاره يا ميلم، الاشاره اللي قعدت مستنيها 20 سنه. خرجت من داري وهجرت بلدي واهلها وعشت بالشكل ده لغايه ما تظهر. ايوه بس اشاره ضعيفه قوي يا ابو يوسف. علينا ننفخ فيها احنا، يعني انا وانت وكل اللي فاضل في صدره نفس. طب انا مثلا هقدر اعمل ايه؟ زي ما كنت بتعمل دايما يا ميلم، بس تزود العيار حبتين. العيار الطايش برضه؟ الا دي فيهاش هزار نهائي. الحق قبل الحقيقه. حقك ارضك ومالك مع اول لسان ينطق. لسنه كتيره هتتفك عقدتها والكل يطلب الحق والحقيقه تبان. كلام صح بس يخوف. خايفه من ايه يا حورية؟ من معنى الكلام يا حسيني. كلام يوسف العافي وراه سؤالات ترعب. الكل يطلب الحق من مين؟ وحقوق الكل دي تقرب ايه للحقيقه اللي احنا عايزين نعرفها؟ والناس اللي لسنتها معقوده عارفين ايه وخايفين يقولوه؟ كل الاسئله دي حمل عليك يا حريه. الحاج يوسف قال لي قول لحريه وحريه تقول للبلد. اللي انت عارفاه قوليه، ولا انزلي دوري في الحواري وقولي كلام يوسف العافيه عشان يقولوا عليكي مجنونه زيي. انا مش هقول اللي هعرفه منك يا عم.
وانا ما عنديش حاجه اقولها لك. عندك كل حاجه، خزينك مليان اسرار، افتحي وريني. ابعدي عن الدولاب يا بنت. من امتى بتتهجمي على اوضتي يا بنت صادق؟ انا ما اتهجمتش، انا يا دوب لمسته. امشي اطلع بره. بتطرديني يا عمه؟ بتطرديني عشان خبط على الدولاب؟ طب انا بقى هفتحه. قولي كده كيف اطلع بره. اجري وراها يا عساكر، شوفيها رايحه فين. يا ريتك انا انقطعت قبل ما تتمتع عليك يا حوري. اللهم اجعله خير. انا اللي حافظ. مساء الخير يا بلحاج. سعد مساك يا عساكر، خير في ايه؟ عايزه استحرية في كلمتين. حوريه؟ حوريه سايباني من الدار يا خال عساكر. شفتها عندكو؟ اتحركت مع الحاجة وخرجت غضبانة. ما شفتيهاش عند الحسيني؟ كانت هنا ومشيت من ساعتين. حصل حاجة يا خال عساكر؟ يا ذي الليلة يا ولاد، استنى معايا ومعاها يا أدري يا كريم. أنا جاي وراك يا خالة. بكرة يوم المقابلة يا شيخ البلد. الترتيبات جاهزة يا صنباطي؟ زي العادة يا سيدي. كشف الأهالي اللي ليهم طلبات معايا يا جناب العمدة، تحب تشوفوا؟ هما كام؟ 20 بس. وطلباتهم بسيطة. بسيطة ولا عويصة؟ احنا مش هنرد لحد طلب. العمدة. ايه الدوشة دي؟ الحانة يا البلد. الحانة يا العمدة. غير ما يزيد البلد. في ايه وليه؟ الست حورية. الغفر بتوعك محدش يدخل البلد ولا يخرج منها الا لما تظهر حرية. حاضر يا سيدنا. كل يفضل هنا من غير يطلع ورايا بالسلاح. ضربتني يابا اللي كانت واخداني في حضنها من صغري. حمتي اللي كنت بشوفك في عينيها واحس بيك في صدرها وعيش معك في وجودها ضربتني عشان تبعدني عنك. كل ما اجري لك بالمشوار يحشوني، مش عايزين نلاقيك في كدب اللي ظلموه، خايفين لا ترجع. في الزقوم يا حريه.